مشاهدينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم في حلقة جديدة من قضاياكم. قبل كل ذلك نبارك لأنفسنا ولكل الشعب بمناسبة 30 من نوفمبر عيد الجلاء لكل الوطن الحبيب. إذن اليوم 1 ديسمبر هو اليوم العالمي لمكافحة الإيدز أو يوم الإيدز العالمي. في اليمن لا توجد أرقام واضحة ودقيقة عن عدد وحجم الإصابات، لكنها في ازدياد حسب التقارير التي تصل سواء كانت رسمية أو غير رسمية. لكن سبب عدم معرفة حجم الإصابة يعود إلى عدة أمور، من ضمنها موضوع العيب الاجتماعي، وهذا هو من أهم أخطر الأسباب التي قد تؤدي أحيانا إلى وفاة المريض أو إلى استعجال الموت أو إلى عدم العلاج لأنه يخاف من العيب الاجتماعي. في هذه الحلقة إذن في يوم الإيدز العالمي سنتحدث عن كل ما يتعلق بالإيدز، طرق الإصابة، طرق الوقاية، نظرة المجتمع للمصاب بمريض الإيدز بمرض الإيدز، ونظرته هو أي المصاب لنفسه بعد الإصابة سواء تعايشه مع المرض أو مع الناس. سيكون معنا إذن دكتور عبد الحميد الصعيبي، مدير إدارة وحدة مكافحة إدارة مكافحة الإيدز في وزارة الصحة، كذا اسمها أولا، مدير البرنامج الوطني للمكافحة أو البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز. مرحبا دكتور. أهلا وسهلا. وأيضا مجموعة من الشباب، وكالعادة معنا إصابتين أو شخصان مصابان بهذا الفيروس، أجرينا معهم لقاء سابق سنستعرض ما قالوا في خلال هذه الحلقة. نبدأ من الدكتور عبد الحميد الصهيبي. دكتور، في البداية هل هناك أرقام معينة في ازدياد إلى تناقص وضع اليمن مع هذا المرض؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا نشكر السعيدة، دائما هنالك مبادرات دائمة من السعيدة وبالذات من برنامجكم للتركيز على هذه القضايا وقضية الإيدز بشكل يعني كبير. حقيقة الأرقام، وبدأنا بالأرقام قبل التعريف بالمرض، لكن وفقا للسؤال الأرقام المتوفرة لدى البرنامج تشير إلى أنه كان فيه يعني ازدياد ثابت في أعداد الحالات حتى عام 2011. في عام 2011 بدأت الأرقام في تناقص واستمرت في 2012 و2013 الأرقام في تناقص، لكن لا يعني أن المشكلة في تناقص. التناقص الذي حدث ربما نتيجة يعني لعدم إبلاغ بشكل كافي من المحافظات، ربما أيضا لعدم وصول الأشخاص لخدمات الفحص والمشورة المقدمة من البرنامج، أو لعدم الوصول للخدمات والمرافق الصحية بشكل أساسي. يعني كانت هنالك تقريبا حواجز منعت من الاكتشاف للحالات التي هي مصر. لكن تقديركم تناقص لكن ولا التقديرات تزايد؟ التقديرات التي لدينا أنه المشكلة في تزايد، يعني هناك سلوكيات معرضة للخطر موجودة وبتنتشر بشكل كبير، هناك تأثيرات للفضاء المعلوماتي الجديد الذي طغى على الشباب، وأكيد بيؤثر على سلوكيات معينة بحيث أنه تدفع الشاب إلى سلوكيات خطرة وبالذات السلوكيات الجنسية. تقريبي، عدد تقريبي؟ هو مش عدد تقريبي، لدينا عدد فعلي للأعداد المسجلة. بنهاية عام 2013 كان عدد الحالات المسجلة 3995 حالة. لكن نحن سمعنا أن وراء كل حالة 10 حالات غير معلنة، صحيح؟ 3995 حالة هذه مسجلة ومبلغ عنها إلى البرنامج. العدد الحالات التقديري يصل إلى 35000 حالة. طبعا احنا نستخدم نظام يعني معمول به في كل دول منطقة الشرق المتوسط او في دول العالم بالاصح للتقديرات، تدخل بيانات معينة في اطار يعني برنامج الكتروني ثم تظهر لك التقديرات. مرتكزة على مناطق معينة، على سن معين، شتي نعرف المرض؟ في الغالب المشكلة مركزة بشكل اساسي في اوساط الشباب. الشباب يعني هم الفئة الأكثر تأثراً بأغلب الحالات المسجلة في أوساط الفئة الشبابية، للأسف مرتبطة أيضاً هذه المسألة بالنقل. يعني كثير من الحالات كان لها تجارب في الغربة، ثم كانت سبب من أسباب نقل الفيروس أيضاً إلى أحياناً الزوج لزوجته في كثير من الحالات. المناطق
المناطق تقريبا هي بشكل اساسي مركزه في المحافظات الرئيسيه. تلعب الكثافه السكانيه دور كبير جدا في الموضوع هذا، في ظهور عدد حالات. توفر الخدمات بشكل اساسي في اطار هذه المحافظات يجعل مساله الاكتشاف اكثر. ايضا التنوع السكاني، دائما التنوع السكاني هذا يعرض الأشخاص لممارسات قد لا تمارس في إطار الأرياف، فبالتالي الممارسات تكون متاحة، بالإضافة إلى الجوانب التكنولوجية وغيرها تكون أكثر في المناطق الحضرية أكثر منها. أنت تكلمت عن موضوع الهجرة أو التنقل بالنسبة لليمنيين إلى الخارج، ماذا عن العكس؟ ماذا عن الوفود؟ وطبعا نحن نعرف أن السنوات الأخيرة قلت موضوع الوفود والدخول إلى اليمن، هل له دور أيضا؟ له دور جزئي، لكن احنا دائما نحب ان نؤكد الى انه الهجرة بحد ذاتها سواء كانت هجرة الى الداخل او هجرة الى الخارج تعرض الشخص لممارسة سلوكيات خطرة، حيث انه دائما المهاجر يكون بعيد عن الأسرة، بعيد احيانا عن الزوجة، فقد يعني يدفع لممارسة سلوكيات جنسية، هذه السلوكيات قد تكون محفوفة بالخطر، فبالتالي الأجنبي اللي بيجي اليمن او اليمني لما يسافر للخارج قد يتعرض للخطر. مشكلة التعرض التي يتعرض لها اليمنيون من قضية دخول اللاجئين أو دخول المهاجرين الغير شرعيين بحكم أنه المنطقة اللي يهاجرون منها هي مناطق ذات يعني معدلات عالية للإصابة، لكن دائما ما نقول إلى أنه لا نركز على هذه الجزئية، قد تكون هذه واحدة من العوامل التي ينبغي أن احنا يعني نتعامل معها يعني بحيطة، لكن المشكلة موجودة في إطار المجتمع، يعني بالأخير أغلب الحالات الآن مسجلة في أوساط اليمنيين. طيب موضوع طرق الإصابة وغيرها بالتأكيد أنت لك رأي في هذا، لكن خلينا نسمع من أصيبوا بهذا الفيروس، فيروس الإيدز، كيف انتقل لهم المرض. اعترافات شابين نتابعها. خمس سنوات من يوم عرفت بالإصابة، طبعا عرفت الإصابة في خارج اليمن تحت دول الخليج، كنت مبسوط شغال وعندي خير وعندي اكتشاف الإصابة. هي كانت عملية تبرع بالدم فعل خير، اكتشفوا الحالة في المستشفى وخافوا على نفسي وعلى سمعتي وعلى وقل المعرفة بالمرض، و حطيت رجلي زي ما يقولوا المصريين عليها من الحدود واتجهت لصنعاء. صنعاء كان امامي خيارين، اما انه كما اسمع علاج المشايخ او اشوف طريقه اخرى، وبدات ابحث عن الطرق، فحتى اهتديت الى مستشفى الجمهوري هنا استطعت انه احصل على علاجي على عنايه جيده. على المرض في خلال 4 شهور رحت بسوي عملية، كان عندي تشققات في الشرج، رحت عند دكتور البواسير وطلبت منه أن أسوي عملية، طلب مني أسوي فحوصات، سويت الفحوصات اكتشفت أنه عندي الـ HIV، بس أنا أعتقد أنه عن طريق الحلاقة. عن طريق الحلاقة لأنه بعضهم ما فيهمش أمانة، ما فيهمش رحمة، استخدم الماس لعدة أشخاص. قبل ما نسمع من الدكتور طرق الإصابة إلى غيرها، خلينا أسأل الشباب تصوركم عن مرض الإيدز، عن كيفية انتقاله، مدى وعيكم عن هذا المرض، إيش اللي تعلمتوا عنه؟ نبدأ منك. الاسم علي الروني. تعلمنا من أول شيء الإيدز هو عبارة عن فيروس يصيب الشخص عن طريق النقل الجنسي أو أمواس الحلاقة أو غيرها. طرق البسمة الوقاية منه أنه أن لا نحلق عند هذا الأمراض، عند الحلاقين، تجنب الأدوات الجراحية دون معكمة غير معكمة. بسمة. طبعا مرض الإيدز هو يسببه فيروس اللي هو الـ HIV. هذا الفيروس انتقل عبر الدم، طبعا قد يكون عبر المرض الجنسية كمان، وعبر الأم الحامل إلى طفلها.
المرض له مخاطر كبيرة وشديدة يصل إلى الوفاة، لكن مشكلة لهم في بلادنا كمان ما فيش توعية كبيرة بالمرض، وما فيش كمان اعترافات إنه في المرض إنه موجود في اليمن. لا زالت الإحصائيات زي ما يقول الدكتور قبل شوية إنه غائبة، يعني لا توجد إحصائيات رسمية أو فعلية لمقاومة المرض. كذلك التعايش مع مريض الإيدز لا زال غائب في بلادنا، لا زال هناك نبذ لمريض الإيدز، ويعتبر مريض الإيدز منبوذ في اليمن، يعني لا يوجد يعني مساعدته لكي يعيش في يعني في، ومع ذلك مساعدته ليتعالج. يعني المشكلة إنه المريض في بلادنا لا يستطيع أن يعترف بالمرض لسبب إنه يلاقي نبذ، وقد يكون انتقل المرض مش بسبب الأمراض الجنسية، لأنه إحنا النظرة السلبية إلى المريض إيدز إنه خلاص كان معاقب من ربنا. طيب خلينا نسمع من اللي هناك. أنت تشوف إنه مصاب الإيدز مصاب مريض باقي المرضى، وإلا هناك تمييز ونظرة معينة تجاهها؟ أشرف الكباب، أشتغل في مرفق صحي في قسم الطوارئ. صراحة نظرتنا كممرضين الذي فيه الإيدز نظرة خاصة يعني، ونخاف منه. وعندنا ضعف بالمعلومات جدا جدا جدا، وما عندنا أي حماية يعني يوصل أي مريض يتعامل معك إنه جدا. ما فيش توعية لا للممرضين ولا الأمراض. لا لحظة لحظة، تتعامل معه على أنه سليم ولا على أنه نظرة خاصة؟ ما نعرفش. أوكي، بس إذا في حال عرفت انه مصاب، اذا عرفت يعني انت عنده قرح نعطيه اثنين نلبس احتياطات لازمه، وبصراحه نتعامل معه بحذر شديد جدا، نحاول حتى نتخلص منه بأي طريقة. تشعره بهذا التمييز؟ اكيد هو من نفسه يشعر. انت مع ام ضد؟ انا مصطفى المليكي، محافظه تعز، طالب في جامعه صنعاء كليه الاعلام مستوى اول. انا مع الاخ اشرف فيما قال، لانه هناك تمييز خاصه في مجتمعنا اليمني، هو مجتمع قبلي، ويعني لا يفكرون بناحيه قد يكون انتقل من حلاقه وكذا، قد يعني يخطر بالهم في شيء اكبر من هذا. والمريض أنت مع التمييز هذا وإلا ضد؟ نعم أنا مع التمييز. أنت مع أنه يكون في تمييز؟ يكون في تمييز، لأنه المصاب بهذا المرض يجب الابتعاد عنه يعني حتى لا ينقل. طيب في ناس، نحن بعد قليل سيكون معنا مدير مستشفى الجمهوري بتعز، في ناس أصيبوا بطريقة الخطأ، ما ذنبه إذن حتى تمييز وهو ما ينتقل إلا بطرق معينة؟ ليس تمييزا عنصريا، وإن تمييزا كي نبتعد منه حتى لا ينتقل المرض إلينا. طيب دكتور، قبل ما نتكلم على موضوع التمييز وغيره، الإصابة كيف تنقل أصلا؟ الفيروس هذا كيف ينتقل؟ بعض يتخوف والبعض يتحدث. طبعا الشباب ما قصروا، أفادوا ببعض النقاط الخاصة بطرق الانتقال. طرق الانتقال هي طرق أربعة وأساسية، ولا ينتقل بدون هذه الـ HIV. الطريقة الأولى عن طريق الممارسات الجنسية مع شخص مصاب بالفيروس دون جوانب وقائية، يعني الذي نعنيه بالجوانب الوقائية استخدام العوازل الذكرية والأنثوية. الممارسة الجنسية هذه هي أكثر الطرق شيوعا لانتقال فيروس الإيدز. الطريقة الثانية هي عن طريق نقل الدم الملوث بالفيروس. الطريقة الثالثة عن طريق الأدوات الواخزة للجلد والإبر بالتحديد، وهذه تنتشر بشكل أساسي في أوساط فئة من يتعاطون المخدرات عن طريق الحقن. يعني يحدث مشاركة في الحقن، فبالتالي هذه المشاركة تنقل الفيروس. الطريقة الرابعة عن طريق الأم الحامل التي المصابة بالإيدز، تنقله إلى الجنين أثناء الحمل وأثناء الولادة نفسها، أثناء الرضاعة، وأثناء فترة يعني وأثناء فترة الرضاعة عن طريق الإرضاع، فبتنتقل فيروس الإيدز. موضوع الحلاقة أو مواس الحلاقة وغيره، معروف إنه الفيروس الإيدز أو HIV سريع الموت مجرد تعرضه للشمس تقريبا أو للهواء، ما عندي فكرة كاملة. فكيف يمكن أن ينتقل إلى الحلاقة؟ إيش الطرق اللي يمكن تقول إنه انتقل عن طريق الحلاقة؟ لا، هو مسألة الحلاقة أنا أعتقد في يعني المشاهد اللي إحنا بنشاهده إنه أغلب الصوالين الحلاقة بيقوموا بعمليات التعقيم، وإن اختلفت من يعني من صالون إلى آخر، لكن هنالك تعقيم. التعقيم البسيط للأدوات وتبديل شفرة الحلاقة شفرة الموس، هذه أنا أعتقد كافية إني تقتل الفيروس.
عشان ما يتخوفوا الناس فقط. هو تقتل الفيروس، لكن احنا دائما ما ناخذ الاحتياط، انه كويس ان الرسالات تظل هنالك تخوفات من قضية الأمواس، بحيث أنه يكون كل الناس عندهم رقابة على أصحاب صوالين الحلاقات، بالتالي على الأقل احتياطا من أمراض أخرى، ليس من الـ HIV ولكن من فيروسات أخرى قد تنتقل، ومنها فيروسات الكبد. طيب دكتور، معنا الآن الدكتور راجح المليكي، مدير المستشفى الجمهوري بتعز. دكتور مساء الخير. مساء الخير أخي عبد السلام. مرحبا دكتور. في البداية، قبل أيام أشيع خبر أنه طفل انتقل له فيروس الإيدز بسبب حقنة الدم، فنقلت له حقنة الدم والوثائق. أخي الكريم، هو وصلت لنا حالة مرضية من طفل تقريبا يصل عمره إلى 17 عام، يعاني من تكسرات دم وراثية، ويتلقى العلاج في بعض المراكز الصحية الحكومية والخاصة، ووصل يمشي الجمهوري لغرض العلاج لأعراض أخرى أصيب بها، وكانت من ضمن طلبت من قبل الطبيب في عناية مركزة فحص HIV، اتضح بعد ذلك أن هذا الطفل يحمل فيروس HIV. فكان الأسرة أو المرافقين مستغربين أنه في هذا السن يصاب بالHIV، لكن كانت المؤشرات تقول أنه قد يكون أنه هذا الطفل يقول له دم ملوث أو نظرا، أو أنه أصيب بطريقة ما من طرق انتقال الفيروس، والتي تحدث عنها البرنامج من ضمنها في صوائد الحلقاء وفي غيره. لكن الاحتمال الأكبر موضوع الجنسي مستبعد في طفل. الاحتمال الجنسي هو مستبعد، أن الطفل المصاب هو بوضعه الصحي كونه يعاني من أمراض تكسر الدم وراثيا منذ الصغر طبعا. نعم. فاحتمالات واردة فيما يخص نقل الدم، على الرغم انه في احتياطات بالذات في القطاع الحكومي في الجوانب الصحيه. وهذا هو السؤال دكتور، اذا هذه التجربه مش اول مره طبعا، حتى في خارج اليمن حصلت، ما المفترض ان يكون عليه المختبرات، مراكز نقل الدم والى غيرها؟ الشيء الاساسي انه وزاره الصحه ومنذ عده سنوات اصدرت تعميمات مهمه بعدم اجراء اي عمليه نقل دم الا بعد التاكد من سلامه ومامونيه نقل الدم، وكان المؤشر الأساسي هو إنشاء المركز الوطني لنقل الدم وأبحاثه، والذي يوجد المركز الرئيسي في صنعاء وعدة فروع في عدة المحافظات منها محافظة تعز. هذه البنوك الدم ومراكز نقل الدم نسميها لابد أن تتقيد بمعايير وشروط تنطبق عليها مواصفات نظام ضبط الجودة، وذلك بعدة معايير، منها ضرورة استخدام محاليل ذات جودة عالية مقررة ومعتمدة بأنها تنطبق على هذه المواصفات، وأيضا استخدام أجهزة حديثة بحيث نضمن سلامة ومأمونية نقل الدم. لكن هذه الإجراءات مطبقة في العديد من المستشفيات، ولكن لا يوجد الرقابة الكافية لغرض متابعة هذه الجهات، هل في هناك في المستشفيات الخاصة أو المراكز الخاصة أو حتى بعض المرافق الصحية الحكومية، هل تطبق المعايير كاملة فيما يخص الأشخاص العاملين في بنوك الدم من ناحية، ومن ناحية أهم المحاليل المستخدمة، هل هي تخضع للنظام ضبط الجودة والمعايرة؟ هذا السؤال الذي يطرح نفسه في شكوك حول الجوانب الصحية. في شكوك حول هذا الموضوع في الجوانب الحكومية، أكاد أجزم أنه يعني 100% من المحاليل لأنها تخضع للرقابة، وبالذات في المركز الرئيسي لسلامة ونقل الدم وفي المستشفيات الحكومية، لأنه البرنامج الوطني لنقل الدم أو البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز عملوا العديد من ورش الإرشادية والتأهيل والتدريب، وكان هناك نظام مطبق ويوجد معايير، لكن في بعض المراكز الخاصة أو في بعض المرافق الصحية الحكومية النائية قد لا تطبق كل المعايير. طيب، وهذا يحتاج إلى تسهيل دور الرقابة في المرافق الصحية. طيب دكتور، استغل وجودك، هل تأتيكم حالات، تكتشفون حالات، وهل هي نادرة موسمية وإلا بشكل مستمر عندكم؟ أنا أقصد في المستشفى. في الفترة في الأعوام السابقة كان البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز يمتلك إمكانيات أكبر من الوقت الراهن، وكانت العديد من الحالات تكتشف عبر برامج التصحيح والإرشاد والتوعية بين المواطنين والفحص الطوعي، إلى جانب الحالات التي تأتينا عبر بنوك الدم. في الوقت الراهن معظم الحالات التي نكتشفها إما عبر نقل الدم، وهذه تمثل أكبر نسبة موجودة معنا في المحافظة، أنه أثناء نقل الدم نكتشف حالة مصابة،
وإما أثناء في العملية الجراحية أو بعض الحالات المرضية اللي تصير للأطباء وتعاني من بعض الأعراض. بس بشكل عام الفيروس الإيدز موجود، وهذه حقيقة لا يمكن أن نخفيها في القطاع الصحي. موجود معنا حالات وتعز تعز من المحافظات اللي توجد فيها برضو حالات، تقريبا بحسب ما أخبرني مدير البرنامج في تعز إنه في عام 2014 وصلت الحالة إلى حدود 80 حالة ما تم اكتشافها في محافظة تعز. طيب دكتور، موضوع الاكتشاف هذا إذا لتبرع بالدم أو لإجراء أي فحوصات، لكن ماذا عن التثقيف، ماذا عن التوعية؟ يعني في ناس عندهم أعراض لكن مش عارف أنهم مصابين بالإيدز، ماذا عن التوعية وماذا عن أهمية الاكتشاف المبكر؟ هل يساعد ولا الوضع هو سواء كان مبكر أو مختلف؟ بالنسبة للاكتشاف المبكر شيء أساسي جدا جدا في الوقاية من فيروس الإيدز، وبالذات الآن مع وجود العلاجات اللي تعمل على حماية مناعة المرضى وتصل إلى مرحلة أنها يصبح الشخص المتعاطي للعلاجات إذا ما كان مصاب غير مصدر للعدوى إلى آخرين. التوعية تعد أهم شرط موجود في مكان في المناطق الصحية، لكن للأسف نظرا للوضع اللي قائم في البلد وفي البرنامج الوطني قلت التوعية بشكل كبير جدا. أشكرك جزيلا وألف صحة وسلامة دكتور راجح المليكي مدير مستشفى الجمهوري بتعز. على ذكر التوعية دكتور عبد الحميد الصهيبي، إيش الأعراض عشان الناس يعرفوا، وعشان كما قال الدكتور وأنت تحدثت معي أكثر من مرة بأنه في علاجات تجعل المصاب مصاب هو لكن ليس ناقل لغيره، بالتالي ما هي الإرشادات اللي يمكن توجه لهم؟ طبعا أشكر الدكتور راجح المليكي، وهو يعني عنده الفكرة والتصور الكامل حول مشكلة الإيدز وحول أيضا وضع البرنامج في الفترة الأخيرة، وخصوصا نتيجة لقلة الموارد وشحة الموارد التي عانى منها البرنامج. يعني من المهم جدا الإشارة بشكل موجز لمسألة الأعراض، لأنها ليست النقطة الأساسية من أجل عمل الفحوصات. النقطة الأساس من أجل عمل الفحوصات أو البحث عن الفحص هو التعرض للمخاطر. أي شخص يعني يشوف في نفسه أنه قد تعرض لخطر من المخاطر، مثلا واحدة من الجزئيات تعرض لعمليات نقل دم مستمرة، واحدة من الأسباب التي تدفع الشخص أنه يتأكد من الـ HIV. الجانب الآخر الممارسة الجنسية، وبالذات يعني خارج الإطار الشرعي، هذه الممارسات قد تكون سبب من الأسباب. إذن هذه كلها دوافع تدفع الشخص إلى البحث عن التعرف عن حالته. أقصد أنه ما تجيها أعراض معينة؟ الأعراض بالذات لموضوع الإيدز ليست أعراض مخصصة، بحيث أنه أي واحد أتجيله هذه الأعراض إذن تكون احتمالية أنه مصاب بالإيدز. الأعراض هي شائعة، لأنه مرض الإيدز ليس مرض، هو عبارة عن متلازمة أمراض تأتي نتيجة لضعف جهاز المناعة. إذا ضعف جهاز المناعة تظهر هذه الأعراض والعلامات. تبدأ العلامات والأعراض في فترة بسيطة من الإصابة، لكن لا تستمر ولا تأخذ فترة طويلة. يعني تظهر أعراض شبيهة بنزلات البرد والإصابة بالرشح، ويعني حمى بسيطة ثم تنتهي، يعني قد لا يعيرها الشخص أي اهتمام. بعد ذلك تبدأ مرحلة الحمل للفيروس، ولفترة طويلة قد يستمر الشخص يعني بحدود 5 سنوات إلى 10 سنوات حامل للفيروس ولا تظهر عليه أي أعراض أو علامات. من ثم تأتي مرحلة ظهور الأعراض والعلامات نتيجة لضعف وتدمير جهاز المناعة. تظهر في البداية فطريات في الفم، تظهر يعني قد لا تظهر، مش شرط صح؟ وقد لا تظهر، هي متلازمة، يعني أحيانا تظهر كثير من الأعراض في نفس الوقت، وأحيانا قد لا تظهر بشكل كبير. في نقطة مهمة، موضوع أنه الناس يعتقدون أن من أصيب بالإيدز خلاص قربت نهايته أو موته. أنا سأعود لك بهذه النقطة، لكن أسأل الشباب في البداية تصوركم عن هذه النقطة. لما أتكلم في البداية تصورك عن مرض الإيدز، إصابة بالإيدز، هل هو قاتل وإلا يضعف جهاز المناعة؟ إيش تصورك أنت عنه بالضبط؟ بسم الله الرحمن الرحيم. جهاد البريهي، طالب جامعي. بالطبع مرض الإيدز هو عبارة عن مرض يصيب الجهاز المناعي، فأكثر الحالات لا يكون قاتل، لأنه كما متعارف عند الأطباء أنه يأخذ وقت
لإضعاف الجهاز المناعي، فالأمراض التي تصيب الجسم لا يكون بالجسم جهاز مناعي يدافع عن الجسم، فبيكون متأخر، يعني حالة الوفاة بالإيدز لا تكون بسرعة، إنما كما قال الدكتور إنه تكون في له الأعراض ويظل 5 سنوات، يعني ما يظهر بوش الأعراض اللي تظهر في مريض الإيدز، فبيكون متأخر بعض الحالات. إن لم يكتشف مبكرا فهناك احتمالات إنه لما يكتشف فيكون قد انتشر ال 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 يصعب يعني علاجه بعدين. عنده أعتقد أنه عندنا مرض الإيدز الثقافة ضعيفة جدا فيه، يعني أول ما تسمع مرض الإيدز يتبادر إلى ذهن كثير من الشباب أنه هذا أصيب بسبب علاقة جنسية وحاجة ما شابه، يعني مش المجتمع مش متقبل المرض أو مش متقبل أنه يتعايش مع المرض، فنشوف أن المرض قاتل. حتى بعض الأطباء كما قال الأخ أنه بيتعامل مع مرض الإيدز بخصوصية، بتمييز عنصري بكذا. أنت إيش رأيك؟ المفروض يعني يكونهم عارفين طرق انتقال الإيدز، أنه ما ينتقلش مجرد الملامسة أو كذا، فعادي يعني يمكننا نتقبله في المجتمع. أنت عندك ما عندك مشكلة أنه يكون معك صديق مثلا مصاب؟ ما عندك مشكلة إذا أنا عارف طرق الوقاية، أنه ما ينتقلش عن طريق الملامسة أو مثل الكلام، يعني عن طريق الفم والرأي. طبعا هذا المحور بالتحديد سنتحدث عنه طويلا دكتور، نعم. لكن خليني أقرأ مجموعة من المشاركات التي وردت في صفحتنا على الفيسبوك على نفس الموضوع. هل أنت مع اعتراف مصاب الإيدز بإصابته، وهل أنت مستعد للتعايش معه؟ الإجابات كانت على النحو التالي. حميد الشامي يقول الإيدز مرض مثل كل الأمراض، وهو ليس مقتصرا على فئة معينة حسب الاعتقاد السائد بالإنسان السيء صاحب الأخلاق الحميدة، بقدر ما قد يصيب ذوي الأخلاق السيئة، بين قوسين. محمد عثمان، أنا مستعد للتعايش والمساعدة ونشر التوعية بكافة صورها، لأن مصدر الإيدز ليس ذلك المصدر المتعارف عليه، بل هناك مصادر أخرى طبيعية ومفتعلة. أما جمال الصنوي فيقول أعتقد أن عاداتنا وتقاليدنا لا تسمح لنا بالبوح بأسرارنا الشخصية. السؤال لا يتحدث عن أسرار شخصية للناس، إنما للطب وللأطباء. فكيف إذا كان مرض الإيدز، وأيضا عدم معرفة الأغلبية بطرق الإصابة بهذا المرض إلا عن طريق اللقاء الجنسي، فيكون نظرة المجتمع للمريض نظرة دونية. دكتور، الأطباء أنفسهم يتخوفون، إلى أي حد هذا سيسهم أولا في أنه المريض يقتل نفسه من الهم، يموت بالهم، يموت بالحسرة أكثر ما يموت بالمرض، هذا واحد. الشيء الثاني، لا يساعد الآخرين على الاعتراف. يعني أشكر طبعا المشاركين جميعا، سواء الحاضرين أم اللي شاركوا على الفيسبوك. واحدة من النقاط الأساسية مسألة التمييز داخل المرافق الصحية، هذه مشكلة نواجهها ويواجهها الكادر الصحي، لأنه أنا يعني توقعي أنه الكادر الصحي اللي يتعامل بتمييز تجاه مريض الإيدز هو بالأخير جاهل لأهم طرق الانتقال وكيفية الوقاية. طبعا الضخ الإعلامي أثناء بداية اكتشاف أول الحالات المصابة بالإيدز واستمرار الفترة طويلة من الزمن أثر تأثير سلبي، جعل الناس كلهم لا يغيرون من المعتقدات السابقة التي ارتبطت بالإيدز، وأنها مرتبطة بشكل أساسي بممارسات جنسية، يعني ارتبطت بمرحلة الاكتشاف. لكن الملاحظ أيضا أنه هذا التمييز بدأ يقل بشكل كبير وملحوظ حتى في المرافق الصحية، يعني في تقبل للمتعايشين. الآن المتعايشين يحصلون على خدمات الرعاية والعلاج من كثير من المستشفيات، يعني في معنا 5 مواقع تقدم خدمات الرعاية والعلاج، لكن ليست هذه المواقع هي الجمهورية اليمنية كاملة. هنالك تمييز في بعض المرافق الصحية، هنالك تمييز أثناء العمليات تحديدا، قد لا يميز أثناء الخدمات الأخرى، لكن التمييز الأساسي يكون أثناء إجراء العمليات الجراحية. إحنا يعني نعود للتأكيد على أنه على الكادر الصحي الالتزام بالمعايير والضوابط المعمولة في كل العالم، وهي المحاذير التي ينبغي أن يتعامل معها، يتعامل بها أثناء تعامله مع أي سائل من سوائل الجسم ومع أي شخص
بغض النظر هذا الشخص يحمل ماذا، لكن هي يعني خطوات ومعايير متعارف عليها ينبغي استخدامها، وهي الكفوف والواقيات، هذه لابد أن تستخدم مع كل المرضى. ربما تحسن نظرة كما تقول دكتور عائد إلى موضوع الإدراك مؤخرا بأن المرض هذا ليس قاتلا، وهذا ما سألنا فيه بعض المصابين أيضا، كيف يتعايشون مع هذا المرض وهل هم بصحة جيدة أم لا؟ نتابع ما قالوا. ما أدري إذا كان من خبرة المتعايشين السابقين ومعانوا أنه عايشين بدون علاجات واستطاعوا يعدوا المرحلة هذه، استطعت أن أعديها أولا بفضل الله وبثقتي بنفسي، استطعت أنه أعد المرحلة هذه وأثقف نفسي، عرفت طرق الانتقال، طرق الوقاية، كيف أرفع من مناهجي، كيف أرفع من صحتي، خلاص. بالنسبة لي أنا شخصيا أمشي كأني إنسان طبيعي، ما كانش في أي مرض، إنسان عادي. إذن حديث الشخص الأخير عندما قال أنه وكأنه شخص طبيعي أو شخص عادي، ربما كما قال الدكتور أسهمت في أنه الناس تغير نظرتهم إلى درجة معينة. بقية النقاط فيما يتعلق بالمكافحة وأيضا التعايش والتعامل مع هؤلاء المصابين وكيف يمكن قبولهم في المجتمع، كل ذلك بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في قضاياكم في اليوم العالمي للإيدز، 1 سبتمبر الذي هو يومنا هذا، إذا نناقش من ديسمبر مش سبتمبر، إذا شكرا دكتور، نناقش موضوع إصابة الإصابة بالإيدز، طرق الوقاية، نقطة في غاية الأهمية، كيف لنا أن نتعامل مع هذا المصاب الذي سواء كانت إصابته شرعية أو غير شرعية، شرعية أقصد عن طريق الخطأ أو غير شرعية، لكن فكيف ينبغي أن يتعامل الناس مع هؤلاء وحتى يساعدوا في عدم نقل الفيروس لغيره، سنناقش هذه النقاط إذن. لكن خليني أقرأ إذن مجموعة من المشاركات التي وصلت في صفحتنا على الفيسبوك. المشاركة لسام سنان يقول: اعتراف المصاب بإصابته شجاعة كبيرة وأنا مع هذا، ولكن التعامل والتعايش مع هذا صعب علي لأني لا أعرف كثيرا عن هذا المرض، إذن سببه يحتاج إلى توعية. صبري الرزيقي: لابد من التشخيص على الشخص المصاب، التعايش مع مرضه أيا كان نوعه، وعلى المحيطين به التعايش مع المريض بحدود إذا كان المرض معدي، لأن النفور منه زيادة في المرض. 6 أبو بكر الوراق: بصراحة لا تستطيع التعايش معه لأسباب انعدام الثقافة والتوعية عن المرض وسوء التعايش معه، يجعلها أو يجهلها أغلب أفراد الشعب. دكتور عبد الحميد، احنا كنا نتكلم في الفاصل على موضوع أنه نحتاج في مستشفياتنا الحكومية أو الخاصة، نحتاج إلى موضوع أكثر دقة في طرق نقل الدم وغيرها حتى لا تبقى هذه المسألة عرضة من أعراض الإصابة. بالتأكيد يعني هنالك مركز وطني لنقل الدم وأبحاثه. هذا المركز يعني رسالته وهدفه الرئيسي هو حصول الأشخاص المحتاجين للدم على الجرعات اللازمة وبعد فحصها والتأكد من خلوها تماما من كافة الأمراض. هذا المركز بحاجة حقيقة إلى دعم، وبحاجة إلى مساندة، بحاجة إلى دعم مادي، وبحاجة إلى مزيد من الانتشار، لأنه بدون القدرة على الانتشار والتوسع تظل مسألة مأمونية نقل الدم في إطار عدد من المحافظات. بالإضافة إلى ما طرحه الدكتور راجح المليكي مسألة الرقابة،
أعتقد مكاتب الصحة في المحافظات ينبغي أن تلعب دور كبير جدا في مسألة الرقابة، سواء على المراكز الصحية الحكومية أو المراكز الصحية الخاصة. لأنه أنت كنت تحدث دكتور على موضوع أنه الانتقال عن طريق الدم هذا أصبح في العالم ما حد يتحدث عنه. في كثير من الدول فعلا أصبحت مسألة طرق الانتقال لا يشار إلى مسألة نقل الدم، أنه لدى هذه الدول هي ليست كمعلومة علمية موجود، لكن في دولهم على أساس التوعية لا يشيروا إلى مسألة نقل الإصابة يعني منذ وقت مبكر، وبالتالي تحدد هل هذا الدم المنقول خالي من الفيروس أم يعني ملوث بالفيروس. فأنا أعتقد وهذه رسالة نحب أن نوجهها، إنه لابد من دعم مراكز نقل الدم التي دعمت أيضا بالأجهزة والأدوات من قبل الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز، لكن حتى الآن هنالك مشكلة حتى في تشغيلها، فينبغي أن ترصد موازنات لهذا المركز. مداخلة الشباب أو أسئلة، خليني أسمعكم منكم. في خصوص تمييز الأمراض، لا نميز بينهم، لأنه ممكن إذا كان لي صديق يعني في فيروس الإيدز ممكن أكون معي يعني تمام عادي، لأنه لا ينتقل عن طريق الرذاذ ولا ينتقل عن طريق الملامسة أو التقبيل أو عن طريق الأكل، فممكن أن أنا أكون معه وأحفز على هذا الشيء أنه يتعايش معه ويكون حاجة طبيعية. أنا أريد أسأل الدكتور بس، ما هي الخدمات التي يقدمها البرنامج في قصة التوعية؟ لأنه أعتقد أنه موضوع التوعية غائب بشكل كبير خاصة لدى المتعايشين مع المريض. سؤال جميل، لكن خلينا نكمل. إضافة للدكتور بسأله سؤال، البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز، هل هنالك حالات كانت مصابة بالإيدز تحسنت باليمن؟ دكتور سؤالين، إذن ما الذي تقدمونه في سبيل التوعية وأيضا في سبيل العلاج، وإذا كان العلاج ممكن مع معرفتنا أنه العلاج الشافي إلى حد الآن ما حد اكتشف علاج بمعنى؟ طبعا الخدمات التي يقدمها البرنامج بترتكز بشكل أساسي على خدمات الرعاية والعلاج للمتعايشين مع الفيروس، على خدمات الفحص والمشورة، والمشورة هذا هو جزء منها، جزء كبير يتعلق بموضوع التوعية. نقدم أيضا خدمات التثقيف والتوعية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني. هنالك الآن عدد لا بأس من منظمات المجتمع المدني تعمل في إطار مكافحة الإيدز أو في هذا المجال، تشارك البرنامج في كثير من الأنشطة، تعمل على الوصول إلى الفئات الأكثر تعرضا للخطر، لكن يبدو أنه أحيانا الأوضاع السياسية والأزمات التي مرت بها البلد لا تظهر المسألة على السطح بشكل واضح لاهتمامات الناس. أحيانا قد تضع الجانب التوعوي والتثقيفي للإيدز في طاولة، لكن لا يختار هذا الجانب في إطار التوعية، لأنه اهتمامات الناس تظل مركزة بشكل أساسي على الجانب السياسي. طيب ماذا عن التشافي من الإصابة؟ يعني العلاج المتوفر عالميا وأيضا العلاج المقدم من قبل البرنامج في عدد من المحافظات، علاج يستطيع أن يوقف تكاثر الفيروس، يستطيع أن يحسن جهاز المناعة بشكل كبير، وبالتالي المتعايش مع الفيروس يستطيع أن يعيش بحياة أفضل. ما ينقل أن يعني التقارير والفحوصات التي نعملها المتعايشين بالفيروس للتعرف على الحجم الفيروسي تشير بشكل أساسي إلى أنه هنالك تأثير إيجابي في خفض الحمل الفيروسي داخل الجسم، ونظرا لأن الحمل الفيروسي داخل الجسم انخفض، فبالتالي احتماليات النقل العدوى للآخرين تصبح أقل. طيب ماذا عن أهمية الفحص قبل الزواج، لأنه قد يكون الزوج أو الزوجة أحدهم معرض أو حاضن حامل لهذا الفيروس؟ يعني احنا في القانون الذي صدر بخصوص وقاية المجتمع من الإيدز وحماية حقوق المتعايشين اشار القانون الى انه ضرورة الفحص ما قبل الزواج،
وليست خاصة فقط للـ HIV والإيدز، يفضل إجراء الفحص حتى للأمراض الوراثية الأخرى بما فيها يعني المشكلة التي نواجهها اليوم تكسرات الدم. فإحنا نشجع على هذا المسألة، لكن أيضا من الناحية الأخرى الفحوصات الإجبارية بشكل عام ليست مفيدة لأنها تعزز الوصمة. إحنا وإن كنا نشجع هذا الناحية، لكن في الأخير لو هي على الكل ما إيش من وصمة؟ لا، أنا أقصد أنه دائما الفحوصات الإجبارية تجعل الإنسان قد يحرم من حقوق معينة، لكن لما يحدث أنه الناس كلهم أصبحوا يتعاملوا مع المرضى بشكل طبيعي، أعتقد أنه الفحوصات ما قبل الزواج أو الفحوصات الأخرى يعني سلبية، بل ستكون جانب إيجابي. سنعود طبعا لأهمية الموضوع، موضوع نظرة المجتمع وتعايش المجتمع مع المصاب، لكن خلينا نسأل الشباب من وجهة نظركم كيف لنا أن نعالج أو نحد من هذه الإصابة أو من فيروس الـ HIV أو الإيدز؟ نستطيع الحد عن الإصابة بإقامة برامج توعية للشباب والشابات في مجتمعنا الإسلامي، وبالذات نحن في اليمن عبارة عن مجتمع إسلامي قبلي، يجب التوعية والتثقيف من ناحية هذا المرض وسرعة انتشاره وخطورته في الانتشار. الطريقة هي عن طريق العودة إلى كتاب الله وتعاليم الإسلام، ينهانا عن الفحشاء والمنكر، هذا أكبر شيء للعدوى. برضو في شيء آخر تكلم له وأشير له، هو أنه إذا في مريض عنده الإيدز هناك في مستشفيات حكومية، أتمنى أنه عند وصوله للمستشفى يمسك الممرض على جنب أو الطبيب يقول له أنا مصاب بكذا كذا، بحيث أن الطبيب يعرف يتعامل معه. عندما يوصل المريض هو متكتم على الموضوع تماما، نتعامل معه عادي كأنه إنسان طبيعي جدا، وبالأخير يجي كفحص أو إعطاء حقنة نعرف أنه مصاب بشيء هو يحذر. ليش ما توجه رسالة لزملائك أنت أنه تعاملوا معه بشكل إنساني، يشعروا أيضا بأنه نحن ما نسيبش، طبعا نحن كممرضين ما نسيبش المريض، ما نخلوش نروح، بس مستعجلين متى يمشي؟ لانه ما يتكلمش. نحن نكتشف مثلا انا قاعد عندنا مريض اعطيته الابره المغذيه وبعدين يوري له حبوب في جسمه، اقول له روح عند طبيب الجلد، قال لي تعال اكتب في الجمهوري، اقول له ايش السبب؟ قال لي انا مصاب بفيروس. يعني هو قدو خارج يعني يستشير لنا بس على الحبوب. طبعا ذيك اللحظه انا تفاجأت، وكان من مره يجي خلاص بغيت انا وواحده من زميلاتي ماسكين الحاله هذه، اول ما يوصل نلبس الجوانتي اثنين وناخذ احتياط اللازم، بس لازم المريض يتكلم. طيب اسمع منك بالنسبه لحد من انتشار هذا جانب طبي، مش بتكلم عنه، انا بتكلم كيف نتعايش مع المصابين فعلا. يعني المجتمع مش متقبل الفكره، حتى المركز الوطني او مش 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 جايبين للمجتمع انه يتقبل، او ما بيش توعيه للتقبل. مثلا الثلاسيميا في اليوم العالمي لمرض الثلاسيميا يقام فعاليه كبيره، يعرف الناس كلهم، يعني الناس كلهم متقبلين داعم الموضوع، بس بعكس الايدز يعني المركز الوطني هذا ما يحيش اليوم العالمي للايدز، حتى هو مستحي من نفسه المركز. أيوة الوطني يعني المركز الوطني جميل. ما بيظهرش للمجتمع، مع احترامي للدكتور انا اول مره اسمع في هذا المركز. طيب جميل، هذا نقطه مهمه. طيب خلينا اذا ننهي هذا الموضوع عشان نرجع الى النقطه الاخيره مع الدكتور، خلينا نشوف نظرة المجتمع كما تحدث عنها المصابون أنفسهم. لو يعرفوا يشرد منك، يمكن ما يأكلك، يمكن ما يتكلم معك، يمكن يبعد عنك، يمكن ما يسلم عليك السلام. الآن المستشفيات لو عندك عملية ولا شيء يعني بتعاني معاناة شديدة جدا. أنا ما أدري كيف المستشفى وكيف طبيب وكيف دكتور، مش عارف كيف طرق الانتقال للمرض، أو إنسان بيسوي متعايش بيسوي عملية أو جراحة أو شيء يكتشفوا عنده الـ HIV يخافوا منه ويرفضوه ويبصموه ويميزوه عن باقي الأمراض. دكتور عبد الحميد، إذن أنتم أول ناس لا تستطيعون الإفصاح عن هذا الشيء، ولا ومركزكم كما يقول أول مرة يسمع عنه. يعني أشكر الأخ الكريم على هذا الطرح، لكن في الحقيقة لا، إحنا اليوم العالمي لمكافحة الإيدز يتم إحياؤه بشكل كبير. كنا نعتمد على استراتيجية لا مركزية في إحياء اليوم العالمي للإيدز في إطار المحافظات، يعني نحيي اليوم العالمي للإيدز في محافظة عدن، في محافظة الحديدة، في محافظة تعز وهكذا. ربما الصدى ليس بالصدى الكبير لإحياء اليوم العالمي للإيدز، لكن يعني أؤكد إلى
إحياء اليوم العالمي للإيدز، وعلى سبيل المثال اليوم احنا كنا في كلية الطب لحضور ندوة بمناسبة اليوم العالمي. هنالك أنشطة خلال هذا الأسبوع، أنشطة متفرقة بما فيها ماراثون دراجات هوائية، يعني سيقوم بزيارة للمستشفيات لمزيد من التوعية حول الإيدز. هنالك في يعني بدعم قطاع خاص، وهذه جزئية مهمة من الجزئيات الأساسية، إلى أنه اهتمامات القطاع الخاص بموضوع الإيدز ضعيفة، وبالتالي الصدى الإعلامي قد لا يكون بالشكل الكبير مثله مثل بقية الأمراض. لكن الآن دخل معنا شركاء من القطاع الخاص، سيتم إحياء يعني إيقاد الشموع الخاصة يعني لإزالة الوصمة. هنالك أنشطة وحوارات توعوية داخل المرافق الصحية. الأخ طرح نقطة مهمة، أنه الكوادر الطبية والصحية أحيانا ما زالت الوصمة لديها، فبالتالي من باب الاهتمام بهذا الموضوع ركزنا على أنه هذا العام أيضا يكون هنالك حوارات توعوية تقام في إطار المرافق الصحية الحكومية والخاصة. محدودية هذه البرامج وضعفها قد يكون أخير محكوم بالموارد، محكوم أيضا باهتمامات يعني بالاهتمامات العامة باهتمامات الدولة. نعم. ورد سؤال، هل أنت مع فكرة الحجر الصحي، وجود محاجر؟ السائل يتحدث عن أنه في بعض المحافظات لن نسميها يوجد حجر صحي، المصابون يذهبون إلى مكان معين معزولين عن الناس، مع هذه الفكرة؟ احنا ضد هذه الفكرة كليا. لا مبدئيا حتى يتم العلاج، هو يقول مبدئيا حتى يتم العلاج. لا، ما فيش، اولا لا يوجد ما يسمى حجر صحي بالنسبة للHIV. كل المرضى الذين تكتشف حالاتهم بيذهبوا الى الاخذ الادوية والأدوية الفيروسات القهقرية، وأيضا أدوية العدوى الانتهازية من المواقع التي تم تأسيسها في 5 محافظات. طيب أنا عندي سؤال على السريع. عفواً. طيب. طبعا نحن كلنا ضد أن يكون هناك تمييز، لكن هو كان سؤاله حتى يتم العلاج. طيب عشان نوصل بسرعة، سؤال آخر، هل توجد أو أين توجد مراكز العلاج؟ مراكز العلاج توجد في 5 محافظات رئيسية. في أمانة العاصمة لدينا المستشفى الجمهوري بصنعاء، لدينا في محافظة عدن في مستشفى الوحدة بعدن، في محافظة في المكلا لدينا مستشفى ابن سينا، وفي محافظة تعز مستشفى الثورة، وأيضا في الحديدة مستشفى الثورة. هذه المحافظات تقدم خدمات أيضا للمحافظات المجاورة، وإن كان الملاحظ أن الشخص المتعايش لا يأخذ العلاج من محافظته وينتقل إلى محافظات أخرى. ما الذي يضمن خصوصية المصاب إذا جاء إليكم ولا يفشى سره؟ يعني الضمان الكبير هو أنه إحنا دربنا كوادرنا على التعامل بهذه الطريقة بسرية كاملة وخصوصية. الآن أكثر من 1000 شخص يحصلون على خدمات الرعاية والعلاج، يعني لم ترصد أي حالة لإفشاء سر من أسرار المرضى. يعني يتم تدريب بشكل دائم، كما أن الزيارات الإشرافية التي نقوم بها تركز على هذه الجزئية، أنه التنبه لمسألة السرية والخصوصية. ماذا تفعلون لضمان عدم نشر الفيروس من المصاب؟ إذا اكتشفتم مصاب، ما الذي تفعلونه إذا ما أراد الإقدام على زواج، مثلا زواج من واحدة سليمة أو غير ذلك؟ هل لديكم برنامج معين؟ طبعا احنا نقدم في اطار ايضا المراكز نفسها هنالك خدمات الارشاد والدعم النفسي. في يعني الطبيب بالاخير هو مثقف، وهو داعم نفسي ومرشد نفسي، فيقوم بتقديم الارشادات والنصائح كيفية التعامل مع الطرف الاخر، مع الشريك سواء الزوج او حتى لبعض الحالات التي تمارس ممارسات يعني خارج الاطر. نركز بشكل اساسي على انه الاستخدام العوازل تكون وسيلة وقائية دائمة. طيب. إنه نركز بشكل أساسي على ضرورة الالتزام بالعلاج، لأن الالتزام بالعلاج زي ما أشرنا هو وسيلة فعالة. طيب في نهاية الوقت، هل يمكن لمصاب أن يتزوج بسليمة أو العكس؟ يعني احنا وإن كنا لا نشجع هذا الموضوع، يعني خوفا
يعني أو حذرا من أشياء مستقبلية. لكن مع وجود مع استخدام الجوانب الوقائية في الممارسة الجنسية بس ما حد يضمن لكنها ليست مضمونة فعلا. إذا أراد هل تتدخلون لدى الجهات أو تبلغون الناس؟ إذا أراد لابد أنه يبلغ الطرف الآخر يعني وبرضاء الطرف الآخر. وإذا ما بلغ هل تقومون بهذا الدور؟ هذه تعتبر جناية والقانون أشار إلى أنها جناية ويعاقب يعني من يقوم بها. ما المطلوب الآن إذن؟ من 1 كادر صحي، 2 مجتمع، 3 مصاب. الكادر الصحي أهيب بالكادر الصحي أنه يتعامل مع المتعايشين بشكل يعني أخلاقي أولا، لأنه بالأخير هو مريض يحتاج إلى خدمات الرعاية والعلاج. لنأخذ التجربة من الآخرين، لدينا عدد من المستشفيات تقدم هذه الخدمات لهؤلاء المتعايشين، لم تسجل أي حالة إصابة منذ 7 سنوات، وبالتالي أنا أعتقد من يستمر في هذه الوصمة في إطار المرفق الصحي ما زال إنسان جاهل. المجتمع يعني دائما الرسالة التوعوية لابد أن تصل، ولابد أن نبحث عن الجوانب التوعوية كمجتمع، لابد أن نثقف أبناءنا حول هذه المواضيع، حول الثقافة الجنسية، وأيضا حول الحوار وحول قضايا كثيرة. سيكون الإيدز عبارة عن محور من المحاور التي تهم المجتمع بشكل كامل. المصاب سواء قبل أو بعد الاكتشاف؟ المصاب قبل الاكتشاف، أنا دائما أؤكد على أنه الإنسان الذي يتخوف أنه يكون فعلا قد تعرض لمخاطر الإصابة، أتمنى أن يحصل على خدمات الفحص والمشورة التي تقدم من البرنامج في عدد من المحافظات، يستفسر الأطباء ويصل إلى الخدمات التي نقدمها. ما بعد الإصابة أتمنى فعلا أنه يستمر في أخذ الدواء وعدم الانقطاع عن هذا الدواء، وأيضا يهتم ببقية أفراد المجتمع بحيث يكون قادرين على توفير الدواء له. الدواء موجود ومتوفر ومجاني في المحافظات التي ذكرناها، وبالتالي أنا فقط أؤكد على مسألة الاستمرارية في أخذ الدواء حتى لا تتكون مقاومة للفيروس. مدير البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز الدكتور عبد الحميد الصيبي، أشكرك جزيلا. أشكركم جزيلا والشباب الموجودين، أشكركم لمشاركة في هذه الحلقة من قضاياكم، وأيضا مشاهدينا الكرام لكم كل الشكر لمتابعة قضاياكم التي خصصناها عن مرض الإيدز. ولعل النقطة المهمة أنه الإيدز معروف طرق انتقاله، بالتالي لا يجب التمييز، لا يجب الخوف، لا يجب النظرة التمييزية أو النظرة الدونية لمن أصيب، لأنه بالنهاية هو أصيب بهذه الإصابة سواء كانت بخطأ أو بخطأ منه أو بخطأ عليه. إذن كانت هذه الحلقة في اليوم العالمي لمكافحة الإيدز، أعود وألتقيكم الأسبوع القادم بإذن الله. أنتم الوطن بألف خير، إلى اللقاء.